ندخل نشوف بقى المستشاره ندى علي الرياشي. سياده المستشاره، عايز اعرف من حضرتك اهم الملامح اللي موجوده في القانون البحريني عشان النفقات، التطليق، اديني مظاهر كده او قراءات سريعه في دقيقتين لو سمحت. الله يعطيك العافيه. انا بس متعقبه عن الكلام الاستاذه معالي، ان عندنا المشكله ليش احنا نلجأ للمحكمه لو كان في اتفاق لجان المحكمه. انا انصح بانشاء مكتب توثيق اسري كما قام به المشرع البحريني، هذا لان احنا اولا نعرف ان القضايا الاسريه تتشعب وتتفرغ، يعني تمام ممكن احنا نطلع حضانه بكره، نطلع نفقه بكره، نطلع زياره نفقه بكره، نطلع سقوط حضانه. فاحنا نلم الموضوع بمعاهده تتم في مكتب التوثيق الاسري قبل حالتها للمحكمة المختصة. إذا تم الاتفاق بوجود باحث شرعي يا ترى خلاص تشكيل اللجان دي بيبقى نستخدم عامل ازاي؟ القاضي. اديني صورة عن تشكيل اللجان بيبقى عامل ازاي؟ يعني مكونة من ايه اللجان دي؟ هو مكتب بسيط، مكتب يعني كأنك رايح شركة اتصال تاخذ سيم كارد، المكتب جدا لطيف كأنه في مول. راح تدخل عند باحث شرعي، لن تدخل عند قاضي، راح ينظر إلى طلبات الطرفين، راح يتصل بالحضانة، بالنفقة، قاضي واحد ينظر كل هذه القضايا. بالتوعيدين، كل ما يختص بأمور الطلب. وراح بهذه الطريقة احنا راح نتفادى أصلا درجات التقاضي. لن تطعن أنت بالتمييز، ثم أتي بالاستئناف، ما نطعن بالتمييز، راح نلم الموضوع مثل ما نقول في مركب واحد. فهذا أفضل وأنجع للطرفين قبل الأطفال، لأن مثل ما قلنا هذه القضايا تتشعب تتفرع. وأنا أيدك أستاذ لما قلت إن عندنا نخلي قاضي واحد، يعني نتمنى الشيء حتى يكون عندنا في مملكة البحرين كل الدول العربية قاضي واحد ينظر في ينظر ملف ملف الأسرة كامل. الأحوال الشخصية. سيادة المستشارة ندى علي الرياشي والأستاذة معالي محروس والدكتور محمد الوقاد والأستاذة جيهان جادو، شكرا جزيلا لحضراتكم.